السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني راح نهضر لكم اليوم على القايد صالح، وعلى حسب شوفه القايد صالح هو المشكل في الجزائر، ماشي مشكل في الجزائر، مشكل بالنسبة للعلمانيين ورادينو بلي هو المشكل في الجزائر، هو اللي راه يعيق الخروج من الأزمة. يضربوا في القايد صالح ويقول لك لا لا، احنا المؤسسة العسكرية رانا معاها، كما يقولوا الجيش الشعب خاوة خاوة والقايد صالح مع الخوانة. بصح نساو شكون هاد الخوانة اللي القايد صالح معاها، هايا كونوا في حولة وعدوا لنا شكون هما الخوانة اللي القايد صالح معاها. أنني نهدر مع الشعب، إن شاء الله يخمم براسه. نجبد مثل واحد ويحيى إلى وقت قريب كان رايح يولي هو الرئيس تاع الجزائر، كان مرشح دولة العدوة، الدولة الفرنسية. ويحيى اللي كان يطلع علينا يقولنا لازم الأقدام السوداء تعاود تدخل الجزائر، حب يقول الحركة يعاودوا يدخلوا الجزائر بوت صحيح. ويحيى اللي جوع الشعب، ويحيى اللي سرق الشعب في التسعينات، نحل الخدامين يومين درع، ويحيى كل ما يجي رئيس حكومة باش يخدم ضد مصالح الشعب باش يلقى عفاسي للدولة العميقة باش تعيش مهنية رغم الأزمات. حتى أصبح الشعب يتمنى برك ويحيى ما يوليش رئيس، كنا نتمنى وخلاص، نتمنى ويا ربي ما يديروش برك هذا رئيس علينا، خاطش إلا داروه رئيس علينا يخلات على الشعب. ويحيى وراه اليوم ياك الشعب فرح، ويحيى وراه اليوم كاش واحد كان يخمم يقول نعيشو حنا نشوفو ويحيى في الحبس. ورولي كاش بلاد فيها مفسدين والشعب تاعها عاش وشاف المفسدين تاعها دخلوا للحبس أفواجا، إلا هذا البلد. ويحيى لا شكر ما في الحبس، القضاة ياك راكو تقولهم يقولوا الاخرين بلي القضاة هادو هم يمشوا بالتليفون، كسسوا عليه بالحاج ولا البلعوط ولا الاخرين. يا اخي هم يقولوا العدالة هذه ما راهيش مستقلة، تليفون برك تبدل من جهة لجهة. إما التليفون تاع القايد، تسمى القايد هو اللي داو يحيى للحبس، ويقولوا لكم مسرحية، وكاين اليمن مسرحية، تسمى تجيك في بالك انت ويحيى يدير مسرحية مع القايد يدخلوا الحبس ويحفوا له على بروس وطالع حابط لدار شراع مسرحية، ولا حرب عصابات. مام حرب عصابات، شوفوا افهموا مليح، مسرحية ان شاء الله تدوم، الى دايما يدو واحد كيما ويحيى ان شاء الله تدوم المسرحية، الى حرب عصابات ان شاء الله تدوم. مادام اخي ماشي الشعب ويخلص، هما ما يخلصوا، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وخرجنا من بينهم سالمين غانمين، الى حرب عصابات ان شاء الله تدوم يا
يرفضوا 90% من العصابه يرفضوها. اي خارج علينا احنا كشعب، علاه نقولوا لا لا قايد صالح خاين يروح، قايد صالح خاين يروح خرج ما خرج على الدولة العميقة بيس. كاين دولة عميقة باينة متمثلة في الحكومة ومن حمى حولها، والدولة العميقة بيس التي مثلت ولا تمثل كل الأحزاب بدون استثناء، كل الجمعيات بدون استثناء اللي كانوا يغرفوا معاهم، اللي كانوا يبغروا معاهم ومتأمرين على راس الشعب، هما اللي كانوا دايرين مسرحية والشعب عايش الهم. وهذوك اللي كانوا دايرين مسرحية اليوم كي راهين يخلصوا ويقول لك هذه مسرحية، ان شاء الله تدوم المسرحية هذه وما تخلاش. حاجة واحدة أخرى، احنا شعب تاع كرشو، نستعرفوا بلي شعب تاع كرشو. كان او يحيى البنان 80 90 ألف، صح ولا ماشي صح؟ وخلي خلي وخلي، اليوم الشعب راه ياكل. يوقع لك الدجاج لحق لحق كاش نقولوا احنا محمر 25 ألف، الناس يتهدر لورو ويدير 17 18. كيف هكذا برك؟ ولا خاطش اللي كانوا مشبعيننا مرار راهم في الحباس وتحرت التجارة ولات الناس قاعد تخدم وربي جاب خير؟ مدى بيا الشعب هذا اللي يقول انا فايق وشعب شجاع وشعب معطاء وشعب حنين، ما يدخلش في اللعب تاع هذا. خاطش اللي تسقسيه تقول له ها صح نحيو قايد صالح الا قدرنا، هاي الا قدرنا، خاطش قانونيا ودستوريا وشرعيا وما على بالنا لازم ينحيها رئيس، رئيس ما كاشو، وزير الدفاع ما كاش ولا هو وزير الدفاع، تسمي تنحى بالكوديطا. الا تنحي تنحى بالكوديطا، وإلا صرا كوديطا يجوا صحاب التوفيق. حبي يقول غدوة توفيق راه خارج ويحيى راه خارج، افهموا سبحان الله ما يبينها. يا اخي حرب عصابات، اذا هاد العصابة تاع القايد صالح غدوة داروا لها كوديطا، انا نقبل العصابة تاع قايد صالح البنان رانا نشروه 14 15 ألف. المهم اني نهدر هكذا، ماشي يحب يقول نحب البنان ولا نحب الماكلة، باش تفهموا. انا نقعد نحب واحد يقعد اللي راني عايش معاه، الشهرية تاعي تكفيني، انا ما نقبلش غدوة يديروا كوديطا على قايد صالح باش تروح لعصابة تاع قايد صالح وتجي العصابة تاع ويحيى والتوفيق يعاودوا يحكموا فينا. شوفوا من بعد الياورت وما على باليش. تعرف المثل واش يقول؟ خذ الراي لي بكيك، تاخذش الراي لي ضحكك. ان شاء الله هذه الرساله راهي وصلت. وهادو اللي راهم يحرضوا على بالهم بلي والله ما عندهم حتى كلمه في وسط الشعب، بصح الاعلام اللي راه ينفخ فيهم وهما والو. ان شاء الله الرساله تكون وصلت خاوتي. السلام عليكم.